السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبألف خير. جيت لكم نشارك معكم واحد الفيديو اليوم، واحد الكسكسو باللحم بطريقة طريقة عالم زينب، في واحد الوقت وجيز، واحد الوقت قصير، وفيه ثلاثة المراحل: مرحلة كيفاش يطيب اللحم، والمرحلة ديال الخضرة، والمرحلة ديال الكسكسو. يعني ثلاثة المراحل، وكيف كتشوفوا كتعرفوا الكسكسو راه كيزغب، ما عرفناش منين كيجي. المهم انا راه مغطية راسي لان شعري. المهم بقاو مع الفيديو، واللي عجبو اللي اول مره يدخل الفيديو ديالي ويعجبو ما ينساش كيف العاده خليكم حتى لاخر الفيديو. غنحتاجو واحد البصله، وغنحتاج واحد طوماطي، وغنحتاج واحد ما كاملش نص كاس. علاش ما كاملش نص كاس ديال الزيت البلديه؟ لحقاش غندير واحد المعلقه ديال السمن. بالنسبه اللي ما يديرش السمن يقدر يدير نص كاس، سواء الروميه ولا البلديه، ولا يخلطها على حسب اللي موجود عندكم. معلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال القزبر يابس، ومعلقه نصف معلقه ديال القرفه، ومن طبيعه الحال المعدنوس والملحه واللحم. المهم انا اللحم انا درته في الطنجره، ها انتم غتبقاو كيف قلت لكم المرحله الاولى. نحاول ما امكن نشد لكم كل شيء. المرحله الاولى غنديروا اللحم، غندير الزيت، غنشعل عليها لان ما شعلتش عليها انايا، غنشعل عليها، غندير الملحه. الملحه كيف كتعرفوا على حسب كل واحد، غندير ديك معلقه السمن، غندير الخرقوم، غندير البزار، غندير هذاك ها نتوما راه نبيشه، نبيشه ديال القرفه ماشي بزاف، غندير معلقه ديال السكنجبير كبيره، غندير معدنوس، القزبر عفوا القزبر مدقوق ماشي المعدنوس، المعدنوس هو هذا اللي غنديرو. ها نتوما غنديرو كاين اللي كيربطو، انا عندي ها نتوما عندي شعره وحده غنديرها في الجنب، غنخلط هكايا المق هذا، وغنقرب هذيك البصيله ديالي، غنقرب هذيك البصيله ديالي، غنشلضها هكا. غنقول لكم حتى الوقت شحال يستغرق، الوقت شحال يستغرق هذا الكسكسو. اللي بغى يحكا يحكا، مطيشة حتى هي غنقطعها على هذا الشكل. غنحاول ندير لكم شويه الضو باش تشوف، باش ما يكونش الفيديو مظلم. ها انتمايا غنخلط شويه كل شيء، غنخلط كل شيء، غنخلط باش هذيك المليحه والسمن اللحم هكا. ها انتم على هذه الطريقه المهم. دابا منين تقلى ليا اللحم ودخلته المريقه، غنزيد عليه الماء، الماء ينزيدو سخون كيف كتشوفوا، نزيدو طايب، ونزيد الماء في دقه واحده، يعني الماء اللي غنحتاج ماشي اللي نبقى نزيد الماء كل ساعه، يعني الماء القياسي. اللهم نزيد الماء كثير وفي الاخر نقصه، ولا نزيد الماء قليل وفي الاخر نزيده. المهم ها نتوما كتشوفوا انا زدت الماء اللي غنحتاج، صافي غنخليها تغلي ومن بعد نسد عليها. هذه المرحلة الأولى. دابا المرحلة الثانية مرحلة الخضرة. المهم أنا في الخضرة عندي الجزر، الخيزو، عندي القرعة الخضراء، عندي طبيعة الحال فليفلات، عندي القرعة الحمراء، هاهي، عندي الكروم، وعندي اللفت، عندي اللفت، وعندي الحمص.
عندي الحمص، وحكيت واحد جوج مطيشات. كيف كتعرفوا هاد الطوماطي كتخثر المرقه ديال الكسكسو. المهم دابا هانتوما يا هانتوما شفتوا المرقه ديالي، غندير هذا كان عندي في المجمد، غندير الحمص وغندير اللفت. اللفت كيشد شويه الطياب، غندير اللفت. هانتوما شفتوا المرقه اللي درت في الاول، درت لتر ونص ديال الماء. هذا غندير اللفت وغندير الجزر، غندير الجزر، غندير الخيزو. دابا درت هذا، غندير الخيزو. الخيزو تقطع اللي بغيتو. ها نتوما هي غنديرها، انا كنقطعو طويل لان ما عنديش غلاد هذا. ايوا صافي، غنخليها هكايا ما نسدش عليها. تنقص شويه المرقه، غنقص شويه المرقه باش ندير الكرم. صافي، المهم هذه هي المرحله الثانيه ديال الخضره. كيف قلت لكم سبع خضاري، القرع الخضراء والحمراء والخيزو والكروم واللفت والحمص والطوماطي جوج، لان الطوماطي هي اللي كتختر لنا هذه المرقه. واخا كتشوفوا المرقه راه شتوها كي دايره خاتره، ولكن ضروري غنقص المرقه في البرمه باش غندير الكسكسو. وهذه عاد نسد عليها باش يطيب الحمص ويطيب كلشي في دقه واحده. بقاو حتى لاخر الفيديو. المهم كيف كتشوفوا المرحله الاخرى. المهم انا شعلت على هذه المريقه اللي غنفور عليها الكسكسو، وهنايا نقصت عليها. دابا ما نسدش عليها، غنزيد عليها هكا طوماطي ونخليها تشحر على خاطرها. هكايا نخليها تشحر وتختار هي، من بعد راه تكون مرقه وحده. راه غنزيد مرقه وحده، انا غنغتنم الفرصه باش هنا تشحر على خاطرها المريقه. وهذا هنايا الرد القرعه ديالي اللي غنفور عليها القرعه الخضراء والقرعه الحمراء. هكا كندير هكا القرعه الخضراء القرعه الحمراء. القرعه الحمراء ما كنحيدش القشره باش ما تذوبش ليا، وصافي باش تبقى ليا شاده. ايوا عندي الرويس هنا، عندي الرويس هنا. صافي غندير الكسكس ديالي، راه شعلت عليها. وهنا غنغطيها غنغطيها هكا وناقص عليها ونخليها طيب على خاطرها. كيف كتشوفوا درت الملحه، غندير شويه الزيت هكايا. صافي غنبلل كلشي بالملحه وبالزيت. هذا ما راه نتوما كتشوفوا هاد الكسكسو راه بحال ديال الزرع. نبلل كلشي هكايا. هذا كيلو درت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، والماء درت فيه شويه الملحه. صافي وغنمرق هكا، نبلل كلشي هكايا. تيشرب ليا ديك الزويته وديك المليحه. عاد نرشو، غنديرو التفويره الاولى والتفويره الثانيه عاد يترش بالماء. المهم هو درنا فار، دابا عاد نرشوه بالماء. دابا غنبداو نرشوه بالماء والملحة هكا. غنعطيوه الماء، ما تخافوش منه.
هكا
هو الشكل النهائي ديال القصريه. احنا جلسنا خصنا على اللبن، وعلى اللبن هو اللي خصنا.